قصير تعود من جديد الى فالدي. فالدي يا سلام يا فالدي الكرة بالطول بيحصلها والله والله يا سلام يا عين يا عين يا ساحر. فالدي الى ايمي امرسل في مكان الى ساد ساد الى فالدي 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 بلدي يعني وحاول مرور يا سلام يا فالدي من الاول من الثاني من الثالث يحاول يا فالدي في اللقطة الماضية وشوف ايمان في خطأ ودفع على فالدي وحد كيف يمكن للتاريخ ان يتوقف طالما اننا لم نقل كلمتنا الاخيرة. فالدي فالدي يتقدم فالدي يحاول فالدي في الجهة اليمنى ما زالت الكرة معاه بيحافظ عليها بيسيطر عليها ما زال بعد في دورينا لم تقوى بعد في اجملها شوف الكرة حوار ما بعد المباراة وقبل المباراة في الموسم الماضي شد القميص من محمود حسن في اللقطة الماضية انذار يحصل عليه الحكم في المباراة عبد الله الحكيم لاعب رقم 10 والمولود في شهر 10 برج الميزان برج الميزان وده يوزنها وده بكرة موزونة موزونة بكرة